أستاذ وائل، مساء الخير. رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية معنا من بكين. أستاذ وائل، هل موضوع لبنان برأيك سينحو صوب التفاؤل في الأيام القليلة المقبلة؟ هل تم التطرق إليه في الحوار أو الاتفاق الإيراني السعودي؟ لأنه أنا أسأل، وبعد قليل سنذهب إلى الدكتور حماد في مصر، لأنه كل الناس هنا في لبنان يقولون إن اتفقت السعودية وإيران إذا حل موضوع الرئاسة في لبنان. للأسف الشديد، لأنه القرار اللبناني دائما في الخارج، ولكن إن شاء الله ينعكس إيجابا. في شيء منه إيجابي؟ يعني الحقيقة تحياتي لك أهلا وسهلا أستاذ بك. سالم ولضيوفك الكرام وللإخوة المتابعين لقناة الجديد أينما كان. الحقيقة لا شك أنه أي اتفاق أو أي تفاهم في منطقة الشرق الأوسط أو حتى في العالم سيكون له أصداء إيجابية على المنطقة بشكل عام وعلى لبنان بشكل خاص أيضا. كون لبنان في يعني لديه الارتباطات في كافة أنحاء العالم، له انتشار وله ارتباطات، ولكن هذا الاتفاق يعتبر انتصار للغة العقل والسلام وللحوار. أما عن مدى تأثير الاتفاق على حل الأزمة اللبنانية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فأعتقد أن ذلك يعود إلى اللبنانيين أنفسهم، وعلى اللبنانيين أن يستغلوا هذه الفرصة وأن يسلكوا طريق الحوار الجاد بهدف إيجاد السبل لحل أزماتهم وعدم انتظار الآخرين لحلها. وعليهم أن يضعوا في حساباتهم أن الجمرة لا تحرق إلا مكانها. هل بفهم منك أستاذ وائل أنه لم يتم التطرق إلى موضوع لبنان في الاتفاق؟ أعتقد أنه لم يتم التطرق إلى مجمل القضايا. أوكي. كان هناك تفاهم على فتح الحوار. أوكي. وبدء المناقشات لحل الأزمات في منطقة الشرق أوكي. الأوسط، وهذا ما تسعى إليه أيضا القيادة الصينية. أوكي. لكي يكون هناك حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ولتخفيف النزاعات الدولية أيضا. صحيح صحيح. على كل حال، الصين حتى الآن يعني تحاول أن تلعب دور الوسيط والتهدئة والعمليات السلام في المنطقة، وهذا من مصلحتها ومصلحة كل الدول على طريق الحرير. دكتور مدحت حماد من مصر، أستاذ اللغة الفارسية والدراسات الإيرانية ورئيس تحرير التقرير الاستراتيجي الإيراني، أهلا وسهلا بك، سعداء أن تكون معنا. هل نحن أمام تحول جدي في المنطقة بعد هذا الاتفاق؟ وهل ننتظر حلولا لبعض الأزمات الكبرى وفي مقدمها اليمن مثلا؟ شكرا أستاذ سامي، وشكرا للسادة الضيوف الإخوة الكرام الموجودين معنا، ربنا يزكى. أنا طبعا في جملة مهمة، جملتين يعني، اسمح لي أن أقولهم في الأول خالص. تفضل. أعتقد أنا كمواطن عربي مسلم أعتقد أنه لو قلت انه جميع الدمار اللي تم في منطقة الشرق الاوسط في الثلاثين اربعين هيحاسب جميع القادة السياسيين اللي هم ما قعدوش على مائدة التفاوض من اجل حل الازمات الاقليمية بينهم وبين بعضهم، وتركوا الساحة للقوى الدولية تلعب بنا كيفما شاءت، حتى وصلنا في منطقة الشرق الاوسط والمشرق العربي بصفة خاصة الى ما نحن عليه الان. الجملة الثانية، انا طبعا اي ازمة اي خاصة باي دولة في المنطقة اي ما كانت الدولة دي، الحل الجوهري ان ما طلعش من داخل الدولة يبقى هنقول على الله السلام بالنسبة للدولة دي. بمعنى انه جميع القوى السياسية في لبنان، في سوريا، في ليبيا، في العراق، في مصر، حتى لو في اختلاف سياسي ده بافتراض، لو ما قعدتش كقوة وطنية مخلصة في اليمن، لو ما قعدتش بينها وبين بعض عشان تجد حل للأزمة، يبقى احنا هذه القوة السياسية مدانة رسميا من قبل كل مواطن بيتأذى من هذا. هذا موقف نبيل وسيادي ممتاز، ان شاء الله يكون هيك. بالتالي اتمنى على الإخوة في لبنان. اوكي، في مشكله بالانترنت، سنعود الى الدكتور. اولى بلبنان من اي قوه دوليه او اقليميه، دي نقطه. أوكي.
أرجع لسؤال سعادتك. نعم. طبعا بالتأكيد أنا كمواطن برضو كإنسان في مسلم وعربي أعتقد أنه التقاء إرادة الدول العربية والإسلامية على التفاوض، على مائدة التفاوض، دي بتصب في المصلحة المباشرة لينا كمواطنين عاديين، لأنه إحنا نعم. بندفع. ولكن دكتور حمد، أنا مقدر جدا لكلامك الجميل جدا والمهم جدا والذي نحتاجه، ولكن يعني حضرتك أيضا مفكر وباحث أساسي في الشأن الإيراني وشؤون المنطقة. نعم. خلينا فقط يعني نخاطب الشعوب التي تنظر إلينا الليلة، هل نتصور، لأنه اليوم مثلا رئيس الحزب التقدم الاشتراكي في لبنان والجملات يقول أنه النقطة الأولى ستكون بعد هذا الاتفاق اليمن مثلا، وكثيرون يقولون ذلك، هل نحن ذاهبون لحل أزمة اليمن قريبا بعد هذا الاتفاق المهم جدا؟ قناعتي الشخصية أنه جلوس السعودية مع إيران يعني هو خطوة مهمة جدا للأمام، بشرط وأنا صادق مع نفسي إن صدقت النوايا وخلصت النوايا، بمعنى أنا أخشى أن يكون هذا الاتفاق، مشروع هذا الاتفاق ربما يكون هدنة محسوبة من الطرفين. أوكي. إنه أي طرف من الثاني يريد أن يلتقط أنفاسه في قضايا في مناطق الاشتباك اللي بينهم وبعض، مثلا اليمن أو سوريا أو العراق أو لبنان طبعا. أوكي. بالتأكيد. أوكي. أنا أخشى إنه ما يكونش أنا ستنجح هذه الخطوة نجاحا مبهرا يشعر به المواطنون إذا خلصت. أوكي. نوايا وصدقت النوايا. النقطة الثانية في هذا الأمر أنه أعتقد أنه أنا بح صوتي وبقول الكلام ده من التلفزيون المصري. نعم. أنه جلوس قادة الدول الإسلامية والعربية على مائدة التفاوض هو الحل الوحيد، السبيل الوحيد لحل الأزمات المنطقة. مصر صحيح. صحيح. وسوريا. صحيح. والعراق والسعودية. صحيح. وتركيا نفسها تجلس. صحيح. المنطقة، التفاوض هو الحل الأمثل لمصائب الشعوب. طيب. مش الحرب. أوكي.